حكاية موفي، انت عملت موفي كم مرة؟ رقصت عليها كم مرة؟ هو مش انا الوحيد اللي رقصت عليها، يعني مصر كلها رقصت على مافيا رقصت اغنية. ازاي دي؟ لا يعني يعني ده مش هينفع ده هنا يعني، يعني تمام ده مع الصحاب. المكان عايز عدد كبير ومكان واسع عشان وماجد تعرف وبتاع. طبعا، عايز صوت عالي كمان، عايز بقى ان انت تشغل الاغنية بصوت عالي عشان تقدر بقى تندمج صح معاها. اغنية مختلفة، واغنية محمد رمضان الصراحة كل ما بينزل اغنية جديدة بيعمل حالة كده في السوق بتاع الاغاني مختلف. فانا شايفه راجل ناجح جدا، تمثيل ما شاء الله نجاح غريب كبير جدا. الاغاني اللي بيقدمها هو عارف هو بيعمل ايه، عارف الناس بتحب ايه، وعارف الناس بتحبه ازاي، وبيقدمه. انت بتغني كمان، بس لما تعمل اغنيه وتعمل لها رقصتها وتعمل لها الشكل وتعمل كل ده، دي شايف دي صناعه مهمه، ولا احنا ممكن نغني بس ونسيب الناس هي اللي تتفاعل بطريقتها؟ لا لا، دي صناعة مهمة جدا. بره بره جماعة بيعملوا كده، بره قبل ما الأغنية بتتعمل بيجيبوا مصمم رقصات الأغنية دي هتحدد لها أو هتعمل لها رقص شكلها عامل إزاي، بدليل إن هو لما عمل رقصة للأغنية خلى مصر كلها بترقص نفس الرقصة. ما ده نجاح، ما هو اسمها في الآخر أنت بترقص رقصة محمد رمضان، فبقى في رقصة في مصر اسمها رقصة محمد رمضان بتاعت أغنية مافيا، فهو عمل نجاح غريب، فده حاجة مهمة جدا طبعا. طبعا ما حدش راس على كوبرا، فانت عارف الموضوع. لا يعني اكيد اكيد في ناس برضه حبت الاغنيه ورقصت عليها، وبعدين زي ما انا يعني بقول دايما اكيد هم اصحاب ومش قصدهم ان هم خالص يجرحوا في بعض، يعني بيهزروا مع بعض، فالاغنيه دي لطيفه والاغنيه دي لطيفه، طالما عاجبين الناس خلاص. بما انك متابع الغنى طبعا بره وجوه مصر، هل في فعلا نوع غنى اللي هو نقدر ننتقد بعض او نهاجم بعض بالاغاني، ولا ده حاجه جديده؟ عامة بره بيعملوا كده يعني. كان امينيم مثلا، كان في مش فاكر المطرب بتاع الراب اللي يعني الرابر عامة اللي كان معاه بالظبط، لا دايما كانوا بينزلوا كل ده ينزل تراك جديد فده يرد عليه بتراك جديد، ده يشتم امينيم وده يرد على امينيم، والموضوع كان عاجب الناس جدا، وفي الاخر بتلاقيهم بالليل بيسهروا في مكان واحد بيتعشوا وعادي. يعني فكرة اللعب بتاع السوشيال ميديا ده كبير قوي ونجاحه مدروس قوي، والناس بتقعد تفكر له عشان ازاي تنجح، بس ما اعتقدش ان ده في مصر هنا ممكن، يعني هنا في مصر احنا ما تعودناش على كده، بس انا في الاول وفي الاخر ممكن يكون هما بيقدموا حاجة جديدة بدليل ان هما الاتنين نجحوا، فبقيت برضو سياسة مهمة، ويعني لو الواحد يقدر يعمل كده الفترة الجاية بقى ينزل اغاني بس يكون متفق مع صحابه عشان ما يحصلش مشاكل.